الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. جاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك تكريما للمرأة المغربية بصفة عامة، سواء كانت ربة بيتين أو عاملتان أو طالبتان أو تلميذتان أو أمان، والذي من خلاله نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الأمهات. فحركة توحيد الإصلاح اليوم من خلال هذه الأمسية نود أن نوصل للمجتمع أننا حاضرين ونهتم بهذا المجال، ونعرف بحركتنا التي تسعى من خلال أعمالها إلى الدعوة والتربية والتكوين. ارتفاع عدد النساء النشيطات في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارة العمومية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن ديننا الحنيف قد كرم المرأة ووضعها في منزلتها المستحقة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعريف جمعية البلسم، جمعية الأسرة والشباب تهتم بقضايا الأسرة وقضايا الشباب، عندها مركزي الاستماع، مركز خاص للشباب ومركز خاص بالأسرة، بتنسيق مع حركة توحيد والإصلاح. تشرفت اليوم 4 مارس بتنظيم حفل بهيج لصالح ساكنة الجديدة، إيمانا بنا وتحت الشعار الذي رفعناه في لافتاتنا: النساء شقائق الرجال في الأحكام. فنحن نؤمن إيمانا عميقا بأن لا يمكن أن تذهب المركبة إلا إذا استوت بهما معا، فالمرأة والرجل على السواء يكملان بعضهما وهما أساس الأسرة. الأخت نجاة البوكيلي فتتفضل المشكورة مديرة مركز تخريج الدعاة. آزرنني وصمتن عند شدائد لم يدخرن جهودهن لنشتت. فأنت كالفراشة ترفرفين من زهرة إلى زهرة، فداومي على هذا العمل وأطال الله في عمرك. فإن من جودك الدنيا محبة الله الله، إنني محبة الله الله، ولم أجد لا إله إلا الله، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.